أحمد الشامسي يتقدم، ولدينا أيضا لاعب عيناوي آخر يبدو لي بأنه فارس جمعة حاضرا، لكن الشامسي أقرب ولا فارس أقرب؟ وعندنا المحاولة العيناوية التي اقتربت لربما من تهديد مرمى الشعب. جول العيناوي أول، الشامسي سجل لعبة ولا أحلى ولا أروع من كرة ثابتة. زعيم يا العيناوي زعيم، الهدف رقم 70 تاريخيا للعين في كل مشاركاته بكأس الاتصالات، لأنه قبل ذلك سجل 69 هدف، لكن اللمسة واللعبة والكرة الجميلة اللي نفذها الشامسي أحمد الشامسي بهذه الصورة الدقيقة والرائعة والجميلة كان المستقر في مرمى الشعب، وصلت واهتزت الشباك الشعباوية، وعلى ذلك فرحة عيناوية موجودة في هذه اللحظات. واحد العين، خسارة يتعرض لها كانت من الجزيرة 5-0 في المشاركة الأولى، لكن هذا الموسم أصحاب السعادة حققوا الفوز الأكبر تاريخيا. ومحاولة عيناوية، تصويبة، جول جول، هكذا يكافئ القدر يوسف أحمد، اللاعب الذي اجتهد طيلة المباراة ويسجل هدفا ثانيا للعين في دار الزين. العين يسجل هدفين، وعن طريق يوسف أحمد اللاعب الذي اجتهد طيلة المباراة وحاول طيلة المباراة إلى أن كوفئ في هذه اللحظات بهدف ثاني، يتحمل مسؤولية الكبيرة سعود الحمادي حارس مرمى فريق نادي الشعب، لأنها مرت بهذه الصورة. ولاحظ ابتسامة لاعب منتخب الإمارات الحقيقة يوسف أحمد، لاعب الإمارات للشباب الذي سجل أهدافا كثيرة مع فريق العين في فريق الرديف، يسجل في مباراة اليوم ويبتسم في مباراة اليوم ويكافئ نفسه بنفسه على ما قدم طيلة الشوط المباراة الأول وشوط المباراة الثاني، وبعد ذلك يرحل إلى الروماني كوزمن ليحتفل مع مدربه بهدف ثاني. ولدينا محاولة عيناوية وممكن الأمور أكثر وأكثر، وهذه من لوهيبي لمسة خطيرة، لكن إنقاذ الموقف إلى ضربة ركنية. العيناوية اشتغلوا الآن، العيناوية تحركوا الآن، العيناوية